وللحديث عن استمرار التظاهرات في العراق تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشطة في التظاهرات بشرى عبد الواحد. أستاذة بشرى، مرحبا بكم. يعني تردي الحالة المعيشية وأيضا انقطاع مستمر للتيار الكهربائي، أيضا عدم وجود درجات وظيفية، أيضا الموظفون لا يجدون رواتبهم، ألا يحرك كل ذلك الشارع العراقي من جديد في تظاهرات جديدة وانتفاضة جديدة تهز الشوارع العراقية؟ مرحبا بكم وشكرا لقناتكم ولمتلقيكم الكرام. أولا الحمد لله على سلامتكم وسلامة الجميع والشفاء العاجل للمصابين والرحمة للمتوفون. حقيقة نحن الآن في وضع حرج إلى أبعد الحدود كما تفضلتم، لأن تظاهراتنا كل يوم تنتهك. نحن إلى الآن لم نهدأ ولم نسكت إلى حد هذه اللحظة، ومستمرون بالتظاهر لولا جائحة كورونا. فتقسمنا إلى مجموعات، كل فترة مجموعة يذهبون إلى الساحة، لكن هناك تستجد أحداث في كل يوم، تستجد أحداث جديدة من قبل المتظاهرين أو من قبل شرائح الشعب الأخرى. فنحن لا ندري هذا البلد لماذا يحارب العلماء والكفاءات وأصحاب العلم والثقافة، لا ندري لماذا هذه الحرب الشعواء على هؤلاء الناس. هؤلاء يقدمون علم، يقدمون يعني ماذا يقدمون؟ حرب، ولا يقدمون سموم، ولا يقدمون مخدرات، ولا يقدمون شيء لا أخلاقي. كل ما يقدموه هو خدمة للمجتمع وللوطن. بالتأكيد هؤلاء ليذا ضربوهم، بالتأكيد هم خفافيش، لا يحبون خفافيش وسخة، لا يحبون التعليم ولا يحبون العلم ولا يحبون من يعطي العلم، لذلك هم يضربون الآخرين ويعني يعتدون عليهم وينتهكون كراماتهم. والدليل أنه هذا اليوم اللي حصل للكادر التدريسي والتعليميين من التربية والتعليم، يعني ضربوهم ضرب بشع وألموهم كثير وجرحوهم وطعوا دمهم، كلش أذلموهم. يعني ليش هالشراسة هذه؟ ما نعرف شنو طبيعة هذه الدولة. أستاذة بشرى، طلبة كليات العلوم يتظاهرون أمام مبنى وزارة الصحة للمطالبة بتعيينهم، خاصة أن العراق بحاجة لمزيد من الكادر الطبي في ظل جائحة كورونا. لماذا يعني تقابلهم الحكومة بمزيد من يعني الاستكانة يعني الخضوع من قبل المتظاهرين؟ لماذا تقابلهم الحكومة بالقمع المفرط ضدهم؟ ما السبب في ذلك؟ حقيقة هؤلاء وضعهم مزري، أنا كل يوم تقريبا أكون قريبة عليهم وأمر يمهم وأحيانا أتعاطف معهم، أكون معهم بعض الأحيان، فأرى أنه هناك شابات خريجات أما الصيدلة وأما كل كليات العلوم كما تفضلت، والصحية أكثر شيء من عندها أطباء ومضمدين ويعني صحيين خريجين للصحة العامة. فهؤلاء مساكين ما يملكون لقمة العيش حقيقة، لأنه عندهم عوائل وما متعينين لحد الآن، خريجين من سنين وقسم من عندهم هذه السنين الأخيرة. يعني من 2003 إلى الآن كل سنة أحسب أنت كم ألف خريج يتخرج من كل جامعة، وما أكثر الجامعات الأهلية. على الأقل أنه تقل الجامعات الأهلية، لأنه هذه تستنزف الطلبة، تستنزف الخريجين، أنه لحد ما يتخرج كثير تأخذ من عنده فلوس، ويعني يحتاج إلى مصاريف الدراسة، يعني أجور الكلية، وأيضا الاستنساخات والكتب شراءها، وأيضا طريق يروح ويجي التنقل، وأيضا عائلته بحاجة إلى المبالغ. فهؤلاء ينزفون ألم يعني حقيقة، والجو جدا حار، يعني وقت الظهر مستهلكين هلقد أطنان من الماء، يعني يومية بالشارع يذبون بطالة الماء. فهؤلاء وضعهم جدا تعبان، تجي الحكومة على غفلة أنه تضرب هذا إنسان تافه، مع احترامي لكم، إنسان مع احترامي للناس الجيدين، شرطي أو إنسان متخلف أو إنسان مدارس، يجي يضرب هذا اللي كل عمره خلصها بالدراسة وعائلته مدللته وتعبانة عليه للصبح سهرانين، وأمه تنطي شاي وتنطي أكل ومستمرة، يعني بس تخليه يوصل إلى مرحلة معينة حتى تفرح به. أستاذة بشرى، الحكومة يعني حكومة عادل عبد المهدي وحكومة أيضا مصطفى الكاظمي تراهن وراهنت من قبل على عامل الوقت، هم يريدون من المتظاهرين الخضوع والاستكانة، لكن هيهات لهم ذلك. هل ستثنيكم سياسة القمع التي تنتهجها الحكومة للاستمرار في حراككم حتى تحقيق مطالب الثورة؟
ابدا. انا قلت لحضرتك في مقدمه حواري انه نحن لن نستكين ولن نهدأ ولن نهجع ولن نستسلم. كم اخذوا من 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 شبابنا من رؤوس، وكم قتلوا، وكم يعني حد او امس او اول امس سرقوا هذه الفتاه الالمانيه، الشابه الالمانيه اللي هي يعني مدربة في معهد وأيضا ناشطة مجتمعية في المجتمع، يعني تدرب الشباب ويعني تعلمهم ويعني يعني اختطفوها في المغربية، يعني وهي راجعة إلى بيتها من ساحة التحرير. كان هناك فعالية في ساحة التحرير ورجعوا، فكانت هي راجعة إلى بيتها هناك بيتها بالكرادة. نعم. فاختطفوها. لماذا هذه؟ هل هي مأذيتكم؟ ليش يعني هالألم اللي تسببوه للفتاة؟ وإلى الآن هي ونحن من خلال قناتكم نستنكر هذه الفعلة الجبانة. يعني أخذت كثير من بناتنا العراقيات هالمرة على الألمانية. الألمانية شنو عندها معاكم؟ نعم أستاذة بشرى، اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين كانت قد حددت موعد لمليونية، ما الذي يمنعكم من التحرك؟ نحن لا يمنعنا شيء سوى الوباء حقيقة. نحن نخاف على المجتمع، نخاف على الناس، ونخاف على متظاهرين أن العدوى. فبنروح يعني مجموعات مجموعات بسيطة، يعني كم نفر نروح، يعني حتى الله يرحمه الهاشم الهاشمي يوم استشهادة أيضا رحنا، لكن في مجموعات قليلة. يعني عملنا تشيع واستنكار في ساحة التحرير وبقية الساحات الأخرى أيضا من اتحاد العراق أيضا الظاهرة، حتى في الشمال ظهروا لان هناك عنده اصدقاء الله يرحمه. فحقيقه احنا لا يخيفنا اي شيء. يعني انا حقول لحضرتك الان هناك خبر جديد انه ما شاء الله بتكثر الميليشيات ويتوالدون، والان مسوين يوم 17 تموز محددين مجموعه جديده انه نسميهم سرايا الانتفاضه او نعم. فريق الانتفاضة فد ميليشيا جديدة. والبارحة أيضا أنا سمعت أمس أنه مودين مجموعة من الشباب اللي يتدربون في إيران. فمعناتها والمشكلة الكبرى، المشكلة الطامة الأكبر، يقولون أنه إحنا بنفس المرجعية وبمباركة المرجعية أنه إحنا شكلنا هذا الفريق. والدليل اليوم أنه الطارمية مغلقة محلاتها، يعني دا يقولون ان احنا نقتل الباحثين، يعني معناتها بما معناتها انه دا يتجهون على هاي الجهه غير بغداد. نعم، واضح من بغداد الناشطه في التظاهرات بشرى عبد الواحد، شكرا جزيلا لكم.